السلام عليكم ورحمة الله، معكم سعيد من قناة أبدع واستمتع، قناة الإبداع والتميز دائما. النهاردة الفيديو بسيط وسهل جدا، هنتكلم فيه عن إزاي أعمل زر اشتراك أو لايك على قناتك في اليوتيوب. عشان أعمل دوت هخش على google.com، تمام، وبعدين أعمل سيرش على اليوتيوب، بعدين بخش على اليوتيوب وبدور على حاجة اسمها جرين سكرين، تمام، جرين سكرين بوتون مثلا، اهي سبسكرايب بوتون هنلاقيها، تمام، اهو عندك فيديوهات كتيرة بتختار اللي يعجبك منهم، وليكن هذا مثلا الفيديو، خلاص. بعدين بنعمل له التحميل، بنحمل الفيديو، خلاص. بعدين بنروح على الفيلمورا، وبعدين بنضيف الفيديو اللي انا حملته. اهو الفيديو زي ما انتم شايفين اتحط عندي في شريط الادوات بتاع الميديا، بعدين بسحبه هنا اهو لتحت، تمام، وبختار الاعدادات الديفولت العادية، اوكي، خلاص. امشي هنا اهو في الفيديو واشوف الشكل اللي يعجبني، تمام، للسبسكرايب بوتون اهو، وليكن هذا مثلا، ده مثلا اهو الجرين سكرين، هقف على اوله، ادي الاول اهو، بعمل قص وبعدين بكمل لحد ما العلامة تخلص ويظهر لي جرين سكرين تاني، وبعدين اعمل قص تاني، تمام. همسح اللي بعد اهو ديليت، اقف عليه واقول ديليت، وامسح كمان اللي قبليه واقول ديليت. كده اهوت انا عندي جرين سكرين لسبسكرايب بوتون. طيب هشتغل فيها ازاي؟ هدوس على الفيديو دبل كليك كده اهوت، هيظهر لي نوع خيارات، هتخش على خيار اسمه كروما كي، خيار اسمه كروما كي، هنعمل هنا علامة الصح. أول ما عملت الصح، إيه اللي حصل؟ زي ما أنت شايف اتشال كل اللون الأخضر من هنا، من عندي، من على الجهاز أهو. أقدر أتحكم كمان في الحجم، تمام. هنا في كلمة مكتوبة ممكن بسهولة جدا أشيلها، أعمل هنا اهوت قص، تمام، وأشيل أصغر كده وأقول أوكي، خلاص اتشالت. اقدر اعمل هنا البوتن بالشكل اللي يعجبني، اصغره او اكبره، تمام، وبعدين اسيف الكلام ده كله، اعمله سيف، تمام. بس طبعا لما اسيف احاول اسيفه بالكروما كي، ان هو بيكون على اساس ان انا بعدين اخده احطه في الفيديو اللي انا عايزه، تمام. اهو على الاكسبورت هيقول لي MP4، واختار الديسكتوب واقول سبسكرايب، واقول اكسبورت اهو. زي ما انتم شايفين عندي فيديو دلوقتي اسمه سبسكرايب. طيب احطه ازاي بقى على الفيديو اللي انا عايزه؟ خلاص هنمسح ده دلوقتي، انا مش محتاجه تاني، همسح ده. نجيب من عندنا من اي فيديو من اللي عندي، وليكن هذا الفيديو على سبيل المثال، يعني نسحبه تحت اهو، نقول اوكي. بعدين بجيب الجرين سكرين بوتون بتاعي بتاع السبسكرايب، هنضيف، نخش على الميديا، تمام، ونروح على سبسكرايب، نجيبه ونقول اوكي، اسحبه واحطه فوق هنا على الفيديو هنا مثلا اهو. لما يمشي هتلاقي ايه؟ طيب هنا هو زي ما قلنا كان لازم اسيفه ب الجرين سكرين زي ما هو، مش بال، لان هو كده اداني لون اسود. بس اقدر احل المشكله ديت ازاي؟ ان انا لما اقف هنا دبل كليك، بدل ما اعملها جرين اختارها بلاك، بدل ما اعملها جرين اختارها بلاك، اخش على كروما وادوس هنا اهوت واعمل بلاك اهو، زي ما انتم شايفين اهو، شوف الفيديو اهو، ظهر علامه السبسكرايب في الفيديو وطلع التاني من عندنا، تمام. طيب لو انا عندي الفيديو الاصلي بتاع الجرين سكرين اعمل ايه؟ اهو افتح اجيب الفيديو الاصلي بتاع اللي فيه كل الجرين سكرين اهو، اهو ده الفيديو الكبير جدا، اقدر بكل سهولة اختار الجرين سكرين اللي انا عايزها، وليكن هذا مثلا، نجيبها من اول العلامة هنا اهو، وبعدين لحد ما يعمل ويطلع، تمام. امسح برضو اللي قبل وامسح اللي بعد اهو.
هنا عندي جرين سكرين مغطي طبعا على الشاشة عشان اشيل الجرين سكرين دبل كليك اهو، وبعدين كروما اتشالت على طول الجرين سكرين. اقدر ازود بس هنا الاوفسيت شوية عشان اللون ما يحصلش اهو، عشان اجيب نفس اللون الكلر بتاع الصفحة الرئيسية. واقدر اغير طبعا اهو، شوف الجرين سكرين بحيث ان انا اعملها بالحجم اللي انا عايزه اهو. بعدين بشغل ظهر جرين سكرين بتاعة السبسكرايب واقول اوكي. ارجو ان انتم تكونوا استفدتم من شرح النهارده، ويا ريت ما تبخلوش على القناه بسبسكرايب ولايك، والسلام عليكم ورحمه الله.